استخدام الهاز ويليام. النهارده بقى هناخد الهارد بروس ميثود اللي هي بتتكلم فيها نت ويرك باستخدام الدارسي. المقاس الدارسي كان بيقول لك الكيب سكشن بتساوي اف على دي دي سكوير على دي جي. ولقيناها بدلاله الهجوم بتساوي 8 اف ال بار تربيع جي دي اس 5 يو تربيع. اول نقول انها بتساوي كي في كيو تربيع، والكي ده هو اللي هو 8 اف ال بار تربيع جي دي اس 5. وطبعا ده بيبقى ثابت لكل بايت او ثابت لكل ال. Thank you.
المقابلة أقول بين الـ H friction في الماي الجديد تلقى عقارب الساعة دائم الـ H friction في الـ ED شايفين النوم ده ولا الهيد فريكشن اتجاه الاف اي البي اي زائد الهيد لوس في اتجاه الاي دي ده اللي هو الهيد لوس في اتجاه عقارب الساعه يساوي الهيد لوس في عكس اتجاه عقارب الساعه اللي هو البي سي زائد الهيد لوس في اتجاه السي دي. أو أقدر أقول إن سيجما الإتش فريكشن في اتجاه عقارب الساعة يساوي سيجما الإتش فريكشن في عكس اتجاه عقارب الساعة. Yeah.
اتجاه عقارب الساعة زائد دلتا كيو تربيع، ده بيساوي سيجما الكي عكس اتجاه عقارب الساعة في الكيو عكس اتجاه عقارب الساعة تربيع ناقص 2 كيو عكس عقارب الساعة دلتا كيو زائد دلتا كيو تربيع مضروب دلتا كيو زائد دلتا كيو تربيع مفقود. ولو ان دلتا كيو دي كميه صغيره جدا، الكوريكشن بيبقى كميه صغيره جدا، اقدر اعمل دلتا كيو تربيع، ويبقى يفضل عندي ان سيجما ك اتجاه عقارب الساعه كيو اتجاه عقارب الساعه تربيع زائد 2 كيو اتجاه عقارب الساعه دلتا كيو، ده بيساوي سيجما الكيف اتجاه عقارب الساعه مضروبه فيه الكيو عكس اتجاه عقارب الساعه ناقص 2 كيو عكس اتجاه عقارب الساعه في دلتا كيو. دلتا كيو دي في طرف لوحده يبقى اقدر اقول ان سيجما ك اتجاه عقارب الساعه في الكيو اتجاه عقارب الساعه تربيع، ودي هتيجي هنا بالناقص ناقص سيجما الك عكس اتجاه عقارب الساعه في الكيو عكس اتجاه عقارب الساعه تربيع، ده يساوي ناقص 2 دلتا كيو في الكيو اتجاه عقارب الساعة زائد الكيو في عكس اتجاه عقارب الساعة، لأن دي طبعا هي سيجما، لأن دي سيجما الكيو اتجاه عقارب الساعة زائد سيجما الكيو عكس اتجاه عقارب الساعة. واقدر اجيب هنا بقى دلتا كيو يساوي ناقص 2 يساوي ناقص سيجما ك اتجاه عقارب الساعة في الكيو اتجاه عقارب الساعة ناقص سيجما ك عكس اتجاه عقارب الساعة في الكيو عكس اتجاه عقارب الساعة على 2 سيجما الكيو في الكيو طبعا هنا الناس تربيع اللي هي الايه ريفليكشن، يبقى ناقص سيجما
اتش فريكشن اتجاه اقطار الساعه، وقيس الاتش فريكشن في عكس اتجاه اقطار الساعه، ويبقى ناقص سيجما الاتش فريكشن عكس اتجاه اقطار الساعه مقسومه على 2 سيجما دي اصل سيجما سيجما اتش فريكشن اتجاه اقطار الساعه على اتجاه اقطار الساعه زائد سيجما اتش فريكشن عكس اتجاه اقطار الساعه على يو بعكس اتجاه اقطار الساعه. ليه هنا ضربت في اليو وقسمت على اليو؟ لما تضرب في اليو هتبقى كي سي يو تربيع اللي هي اتش فريكشن مقسومه على اليو. على الفريكشن فاكتور.
يبقى لو كان المايه ب 20 مللي هتعوض على الجامده دوت ب 20 مللي بس طبعا في المتر على الفريكشن، ويطلع لك الطول المكافئ للمايكرو بروسيس بنفس الطول بتاع المايه، بحيث تجمع الطول الاصلي للبايب على الطول اللي جبته للمايكرو بروسيس. تمام؟ اه احنا ما عملناش كده في اللي فات. في اللي فات دي عاده ما بيهملوا دايما او ليها طريقه معينه كده معقده شويه لحساب المايكرو بروسيس. فعشان كده ما قلناهاش. تمام؟ ها؟ يبقى لو عندك باي فيها معقد او فيها قوة او فيها كونتراكشن هتشيل المعقد دوت او القوة او الكونتراكشن وتحط بداله ايكويفالنت سيلز بنفس القطر بتاع هذه الباي، وفي الاخر هتجيب القطر الكل بقى بتاع الباي بعد ما تشيل المايكرو بروسيس ده. وبعدين بيقول for each element assume Q this is charge قيمة واتجاه لكل بايب هتفرض فيه ديسشارج قيمة واتجاه بحيث ايه؟ عند الجنكشن لازم الـ QL تساوي QL دلتا يو
وبعدين تعمل تعمل كوريكشن. وهكذا لو في جروب ثالثة لو في جروب أو هكذا. إحنا دايما في الامتحان مش هيجيلك أكتر من اثنين جروب. لو أنت بصيت في ورقة الأسئلة ولقيت أكتر من اثنين جروب يبقى معناها إن أنت في حاجة عندك غلط.
ونديهم من النقطة ايه؟ من النقطة دي بتساوي 40 متر على الثانية. كل ده الجبن صح؟ اللي هو ال 60 ولا 40 ولا انا بقول لك مديك ال 100 ومديك ال 60 وهسيبك انت تستنتج ال 40.
الباي 1 2 متصلين على التوالي. باي 1 2 على التوالي. عشانهم وحط بدلهم باي واحده
هسميها البايب واحد في كتير خمسة. ويبقى اقدر اقول ان لازم الكي بتاعت البايب واحد اثنين خمسة في الكيوب بتاعت البايب واحد اثنين خمسة تربيع دي لازم تساوي الكي واحد اثنين في الكيوب واحد اثنين تربيع تمام بتساوي الكي بتاع خمسة في الكيوب خمسة تربيع. الاتش فريكشن في البايب الجديدة لازم نساوي الاتش فريكشن في البايب 1 2 لازم نساوي الاتش فريكشن في البايب 5 لأنهم متصلين على التوازن. نعم. في واحد اثنين في واحد اثنين واحد اثنين خمسة في واحد اثنين خمسة في واحد اثنين خمسة للدمج.
ولو قولي صح هتطلع المسألة صح هتطلع نفس الكلام.
هنبتدي بقى نحرك النت ورك بتاعتنا. امتى ده؟ الناس اللي بتجري امسك ده؟ لا انا معك. Why is the direction?
بس الجدول دوت نصين. وباجي هنا بقول هنا الفايت والبايت. بنتكلم هنا على اتجاه عقارب الساعة. فين البايب اللي فيها الدور اتجاه عقارب الساعة؟ سبعة. وثلاثة أربعة ستة. يبقى عندي هنا البايب سبعة والبايب ثلاثة أربعة ستة. Thank you.
اجيب سجن. هنا لجنه الصدفه عندي مايب واحد. هلا رحت بقى دلتا كيو. دلتا كيو بتساوي ايه كل يوم انا هجاوبك.
بنبص على بس يعني الكوريكشن هنعمله ازاي دلتا كيو. الكوريكشن هنا اهو افرض الدلتا كيو دي افرض الدلتا كيو طلعت مثلا ناقص 10 دلتا كيو دي طلعت ناقص 10 يعني دلتا كيو انت كنت فاضيها بص هي في النيجاتيف يبقى لما تيجي تعمل كوريكشن هنا اهوت هتتضرب يبقى كان عندك 10 و 50 معلش حاجه دي كده هنا دي الدلتا كيو اهي طلعت على ناقص 10
ودي اللي هي البايت واحد اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة. ومديك الكهات بتاعت المحابس، قالك المحابس كلها الكهات بتاعتها بتساوي 25 ومديك الفريكشن ساكت. وبيقول لك أول حاجة بيقول لك يوز ذا لايف إيكويفلنت لينس ميثود تو جيت أن إيكويفلنت لينس وذ ديامتر 4/10 فور بايس 1 2 3. يعني بيقول لك شيل البايس، شيل البايس 1 2 3 شيلوا وحط بدل البايس واحدة الدايمتر بتاعها 4/10. هو هنا بقى علشان يخليك تحسب الاكويفالنت باي والدايمتر اللي هو الايه بقى
واحد مش ال واحد لا الواحد دائم في الكوادرنت اللي تفتح الباي وما تيجي تعوض عن ال 2 او تحسب ال 2 وتعوض عن ال 2 هتبقى ال 2 زائد الكوادرنت اللي تفتح الباي لو فضل اكتر من 2 نوم يبقى في حاله غلط وطبعا لما باخد
خط السيمترية ما بقطعش في محور بتاع بايب، لازم يكون عمودي على البايب. طب يعني يعني بالنسبة للمطاليب هيبقى مطلوب محد واحد لكل مسألة ولا كذا مطلوب عشان ده بيضيع؟ يعني دي مشكلة قوة مطلوب واحد عندنا، يعني اقصد عايزين الديستشارج في كل بايب. اه بس لما كان يعني مثلا المسألة دي عايزين الديستشارج في كل بايب، بس احنا كنا جايين اصلا من مسألة سي بارلل وسيس. اه بعدين انت جبت هنا اهوت، جبت هنا كيلو 1 2 5 بالظبط تمام، هتجيب كيلو 5 وفيها بعد كده، وبعدين تجيب كيلو 1 2 وكيلو 1 2 بيساوي كيلو 1 بيساوي كيلو 2. طب ما كده 40 فيها المساله مش هتكفي. لا انا هنقول حساب والله المساله هتكفي ما تقلقش، اصل مسالتها كان اربع مسائل ثلاث ساعات، يعني معمول حسابها ما تقلقش. الامتحان الفاينل من 50 درجة تقريبا متوزع بالتساوي الدرجات، اعتقد 17 و17 مسألة 16. الامتحان اعمال السنة اللي جاي اقل من 15 ممكن يعيد امتحان اعمال السنة تمام، واخد له احسن امتحانين. يعني هو كان جاي في الامتحان الاولاني مثلا 12 وجه في الامتحان 8 الثاني جاب وحش خد 8 احط له ال 12. الامتحان الثاني هيكون فيه الشبكات، يا اما هازم ويليام يا اما دارس، هجيب لك شبكه، يعني مش هتشتغل لا في الجريد ولا في التري، هجيب لك شبكه واقول لك حلها يا اما بالدارسي يا اما بالهازم ويليام. وهتلاقي في الامتحان المكان بتاع القاعد، يعني اقول لك مثلا ايه الامتحان اعمال سنه هيبقى في مدرج مثلا واحد او مدرج 49 او يعني هحدد لك المدرج فين، وهديك فتره نص ساعه تقريبا بين نهايه الامتحان التحريري والامتحان العملي، بحيث اللي عايز يروح يتشطف ويروح يصلي ويروح يخش في الميه تمام. أعمال السنة بقى في طريقتين لحساب أعمال السنة. الطريقة اللي أنت بتقول عليها وبتقول عليها هنعملها. هنتخانق. الطريقة الأولانية عندنا الميد تيرم عليه 20، وعندنا الريبورتات هتكون مديني 5 وهاخد منكم ريبورت دلوقتي يبقى 6، واجمع الاثنين دول يبقى 26 وهحط لك الدرجه في 25. بس احنا كده ما خدناش الغياب بتاع السكشن في الاعتبار. الطريقه الثانيه ان احنا نخلي الميد تيرم عليه 15 و الريبورتات عليها 6 كمل و الغياب بتاع السكشن عليها 4، الحته اللي مفتوح هنا برضه تبقى 26 عليه 5 يبقى 26 و بتزيد 25. الاولانيه كل يرفع ايده الثانيه، يعني كلكم عايزين الحل الاولاني. اه اوكي بس انا عايز الحل الثاني ما بنفسش، لا ولا هنا في المكتب ينفع الثاني.
الميد تيرم هنا اللي هيجيلي الميد تيرم هعيده 15 اللي هيجيلي الميد تيرم هنا الطريقه دي هيجيله من 12 لا الاولى يا عم محدش حضر زي لا الاولى الاولى دكتور عايز الاولى ان شاء الله انا عايز الثانيه طب ماشي عايز عادي يا بدي مشكله الاسبوع الجاي باذن الله انا هكون موجود في المكتب في ميعاد المحاضره اللي عنده اي سؤال سواء في المحاضرات او في الشتات انا موجود خلاص يا ريت تركز كده وبص بالذات شيت 3 وشيت 4 ركز كده في شيت 3 وشيت 4 لو ليك اي سؤال فيهم انا موجود في المكتب في نفس هذا المحرك افكار قريبه من الشتات ايه افكار قريبه من الشتات قريبه كده من الشتات ركز في الشتات ركز في الشتات ايوه